مع النظام والترتيب، لكن هنالك بعض الملاحظات من قبل الأصوات من الرأي العام. مباشرة سنتحدث وإياكم كيف جرت خطوات استئناف إزالة التعديات في أسواق نابلس مع المهندس سميح طبيلة رئيس بلدية نابلس. أسعدت صباحا أستاذ سميح. صباح النور، أهلا وسهلا بك. يعني نحن نعلم بداية البدء وانطلاق بإزالة التعديات في أسواق نابلس وكيف حالة المد والجزر التي عاشتها تلك الفترة، لكن الحمد لله تم السيطرة على الوضع ومن ثم معاودة استئناف إزالة التعديات. كيف جرت الأمور وتقييمكم لهذه الخطوات؟ أول شيء صباح الخير لجميع المستمعين، وبشكرك على اهتمامك بهذا الموضوع لأنه موضوع مهم جدا على مستوى الوطن وليس فقط على مستوى مدينة نابلس. نعم، نحن في مدينة نابلس المجلس البلدي أخذ قرار برسم خطة لإزالة التعديات، وهي أولا نحن حاليا نعمل في ثلاث محاور. المحور الأول هو إزالة التعديات عن الأرصفة والارتدادات الأمامية الشوارع الرئيسية. والمحور الثاني هو منع أي تعديات جديدة حيث نزولها أول بأول قبل اكتمالها. المحور الثالث هي تنظيم الأسواق، السوق الشرقي ودخلة المسمكة وشارع حطين وشوارع جميع الشوارع اللي فيها حركة تجارية في المدينة. الثلاث محاور احنا عم نشتغل فيهم بالتوازي مع بعض. احنا نفذنا المرحلة الأولى من إزالة التعديات يوم الجمعة قبل الماضي، وللأسف سقط الشهيد أثناء هذه الحملة، وتوقفنا حماية أو احتراما لفترة مؤقتة. صحيح، ومن ثم الشهيد. نعم، وبالأمس أنا اجتمعت مع باقي المخالفين. طبعا مجرد ما احنا بلشنا في الحملة جزء كبير من المواطنين مشكورين أزالوا التعديات بأيديهم، وطلبت من المواطنين أنه يكون في نوع من الانتماء بحيث أنه يزيلوا هذه التعديات لأنه بتكون أخف ضررا عليهم. أنا بالأمس اجتمعت مع الذين لم يستجيبوا لهذا النداء وطلبت اعطيتهم مهله 24 ساعه عشان يزيلوا تعدياتهم وحبيلها كفرصه اخيره لهم. نعم، واي مواطن او اي شخص عنده اعتراض او عنده يعني دفعات معينه بقدمها للبلديه خلال هذه الفتره، والطواقم البلديه جاهزه للرد عليه او لاستقبال هذه الدفعات وبحثها وتصويب الوضع اذا كان هناك مجال او اذا باشمهندس، يعني تم اعطاء فرصه لاصحاب المحلات او حتى البسطات من اجل يعني لربما اتخاذ الخطوات الملائمه وعمل الترتيبات اللازمه من اجل التعامل مع هذه الحمله ازاله التعديات، لكن في نفس الوقت يعني طالما وانك ذكرت سواء المواطنين او حتى اصحاب المحال التجاريه، هنالك من يتحدث ويطالب بالعدل، الذي يجب أن يشمل الجميع. لماذا من وجهة نظرك أن لدى بعض التجار شعور حقيقي بداخلهم أن لربما الأمر لا يشمل الجميع، لكن أنتم كيف تقومون ب يعني تفندون هذه الكلمات أو هذا الشعور بضرورة أن يكون بالفعل العمل عادل ومطبق على الجميع؟ أنا بأكد لحضرتك وللمستمعين إنه إحنا عملنا وسنعمل بعدالة تامة إن شاء الله. طبعا العدل المطلق لرب العالمين، لكن إحنا اجتهدنا بأقصى درجة من الاجتهاد بحيث أن يكون الموضوع عادل. إحنا لما ندخل على منطقة جميع التعديات منزيلها بغض النظر مين صاحبها، سواء كان له شأن أم لم يكن له شأن. وكانت النتيجة بالمرحلة الأولى اللي اشتغلنا فيها
كان في ناس لهم نفوذ وناس لهم شأن وناس أغبياء وناس فقراء وناس مسلمين وناس مسيحيين. هذا بالنسبة لنا سيان، طالما هو مخالف إحنا مصرون على إزالة التعديات، لأنه إحنا رفعنا شعار كمجلس بلدي نريد لنابلس أن تكون أكثر جمالا وأكثر تنظيما. نعم. وهذا يعني إحنا نحن ذاهبون إلى تحقيق هذا الهدف. فبالتالي كان لا لزاما علينا إزالة جميع التعديات حتى في الأسواق. إن إحنا حاليا أنجزنا معظم الأسواق اليوم آخر عملية في تنظيم الأسواق، وعملنا خطة كمان للحفاظ على هذا الإنجاز. نعم. بحيث يكون مستدام وعلى طول. هذا الموضوع. وهل من هذه الخطط أيضا أستاذ سميح أن يكون لديكم زاوية مخصصة بضرورة النظر للتأهيل المستمر للبنى التحتية لهذا السوق وتنظيفه بشكل مستمر، خاصة في ظل الأجواء الشتوية القادمة؟ هل هذه الزاوية ضمن الخطط التي سيتم إن شاء الله تحقيقها في الأيام القادمة؟ بالتأكيد، ولكن أختي الكريمة حاليا الموارد المالية للبلدية شحيحة، ولكن ضمن الإمكانيات المتاحة إحنا ننجز أكبر قدر ممكن من ترتيب وصيانة البنى التحتية. نعم. جميع المحافظات وجميع البلدان في الرئيسية تحديدا في الوطن تعاني من هذا الشح ومن هذا الخروج عن النظام. نحن في بلدية نابلس مصرون وذاهبون إلى الالتزام بالنظام والقانون، وهي ثقافة المفروض ترتفع عند المواطن. صحيح. دائما إحنا نقول إنه عشان نرفع هاي الثقافة في خطين متوازيين، الخط الأول اللي هو التوعية والتحذير، والخط الثاني الإنجاز على أرض الواقع. وبالتالي كيف وجدتم على أرض الواقع تفاعل المواطنين أو أصحاب البسطات أو حتى المحال التجارية؟ كيف كانت ردة الفعل خلال عملية استئناف إزالة التعديات؟ فيما يتعلق بردة الفعل، يعني تقدر تقول 90% من المواطنين مع هذا الإنجاز ومع هذه الخطة. ويعني صار يعني حتى هذا الموضوع مطلب شعبي، يعني مش يعني ارتقى الى الرأي العام لكي يصبح مطلب، وضرورة انجاز جميع هذه التعديات باسرع وقت ممكن. نعم. والالتزام بالقوانين، هذا كثير جيد، وانا كثير سعيد وراضي عن إخواننا اللي عمالهم يعني بيساعدونا، وجميع اللجان الشعبية، جميع المؤسسات اللي موجودة في البلد على رأسهم المحافظة. نعم. وأجهزة الأمن اللي أنا بشكرهم دائما على وقوفهم معنا، وجميع حتى الغرفة التجارية ومرتقى الأعمال كلهم كانوا معنا على الطاولة في صياغة القرار ومتابعة الخطط أول بأول. ونأمل في نابلس واحدة إن شاء الله، والبلدية ومؤسسات والمواطنين ملتفين حولنا بهذا الإنجاز، وهذا شيء بيسعدنا وشيء بيفرحنا، ونتمنى لجميع محافظات الوطن كل خير إن شاء الله. ونأمل بصراحة أن تعمم هذه التجربة نجاحها إن شاء الله، وبطبيعة التعامل ما بين الجهات المختصة وما بين أيضا المواطنين والتعاون المشترك أن تعمم في مختلف محافظات الضفة كما ذكرت أستاذ سميح. كل خير. نعم. وأن يطبق النظام والقانون على الجميع بعدالة إن شاء الله على الكل، حتى يتسنى لنا جميعا أن ننعم بوطن وبأماكن إن شاء الله حضارية جميلة نفخر بها في كل المناطق. كل الشكر لك المهندس سميح طبيلة رئيس بلدية نابلس. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة وهذا التوضيح بخصوص استئناف إزالة التعديات في أسواق نابلس.